حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه: ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمره وحجه